تفتح الفرصة الآن للراقي، تفتح الفرصة للراقي، جول سجل الراقي، سجل البطايح من ضربة جزاء الآن. دي أوليفييرا يسجل الآن الهدف الثاني له في البطولة والأول في هذه المباراة لكي تستمر أو يستمر تفوق البطايح. شوف 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 الشرودر الآن، شوف الشرودر الآن يتحدث مع المساعد يقول له حارس المرمى تحرك، أنا 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 أبغي. شوف جاب يدين الآن، كرة تتخلص من ورشة اللعب، محاولة على تول، أنا جول، لكن يبدو في راية، يبدو في راية. الراشدي طبق البروتوكول وبعد ذلك رفع رايته، هل كانت الراية سليمة؟ راح نشوف راح نشوف راح نشوف. شوف 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 هذه اللعبة، هذه اللعبة هذه اللعبة هذه اللعبة. أوليريش يلعبها، أوهو أوه، من هذا المكان، من هذا المكان ما فيها شيء، من خلال الصورة اللي نشاهدها ما فيها شيء، ما فيها شيء، من خلال الصورة اللي نشاهدها ما. أزرقان ممكن يسدد، يرسل كرة أيضا عالية باتجاه تعراب، تتهيأ النصر يضغط الآن وضع طبيعي. جاب يديني، جول جول الإيطالي جاب يديني، هذا لاعب يجلس في مقاعد البدلاء يا شرودر. عموما جاب يديني يسجل الآن ثاني أهدافه رغم قلة الدقائق اللي يلعبها. أيضا النصر إذا يقلص الفارق الآن مع بداية الشوط الثاني، وهذا ما ذكروا الإخوة المحللين أيضا هناك إن كان الكابتن خليفة. أوهو أوهو، هل كان جاب يديني في موقف تسلل من خلال اللقطة؟ يلعب كرة زيزون، الله، البديل إذن إيدلسون، البديل بورغاس يسجل هدف بالرأس. نعم بورغاس يسجل هدف بالرأس، ثلاثة للبطايح الآن. ياه انقضاض وياه السرعة وياه قوة يا إيدلسون ألبرتو بورغاس، إذن يسجل الهدف الثالث للبطايح، 3-1 والبطايح بعشرة لاعبين. بورغاس إذن يسجل. شوف 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 دخل بديل، هل دخلت لهذا؟ كل التوفيق للنصر في البطولة الخليجية. كرة اللعب الآن عالية للأمام، رأسية بالخطة، بنيران صديقة، بنيران صديقة. إذا كان النصر لا يسجل فالبطايح يتكفل بتسجيل الأهداف. سعيد جمعة إذن يضعها ولا أكبر مهاجم. إي والله لاحظ هذه اللعبة، هذه اللعبة ما في تسلل خلاص. شوف سعيد جمعة يضعها ما يحطها، أفضل مهاجم أكيد، ما هو قصده، ما في شك ما في شك، لكن لاحظ هذه تنحط بشكل يعني صعب تماما على حارس المرمى درويش. عينك على رأسية سعيد جمعة، 3-2. سعيد هل يعود العميد؟ هل من عودة يا جشك؟ جشك جول مبخوت، جول، عاد العميد، عاد العميد بتغييرات شرودر الآن. يعود العميد مبخوت يسجل رابع أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين الآن، يسجل رابع أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين، وأصبحت النتيجة الآن 3-3 ما في أوفسايد، ما في أوفسايد هذه ولا تحتاج أيضا. علي مبخوت، علي مبخوت ودرويش، مبخوت الله، سجل الهداف التاريخي لدورينا الهدف الرابع الآن للعميد بريمونتادا على البطايح، ريمونتادا الآن 4-3. يا لها من مباراة، يا لها. هل هي أفضل مباريات الجولة؟ لكن لا، عندنا مباراة الشارجة وشباب الأهلي بعد ننتظرها، لكن هل ستكون بهذه الإثارة؟ الله أعلم.